الكمان الرائع، يعطيك ألف عافية. أخذتنا على عالم تاني، يعني العزف على آلة الكمان دائما بياخذ الإنسان أو الشخص اللي عم بسمع لعالم آخر. هاي الآلة من أقوى الآلات في التعبير عن المشاعر والأحاسيس، ومن أهم الآلات في أي أوركسترا بأي فرقة موسيقية. ففعلا صحيح. أبدعت عن جد فناننا الرائع عدنان. صباح الورد وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، صباح مشاهدينا اللي عم يتابعونا، وشكرا على الأجواء الجميلة اللي عيشنا إياها بهذا الصباح الجميل برفقتك عدنان. الله يخليك بوجودكم، عشان أنا مبسوط أني معاكم. نحن مبسوطين فيك أكثر. عدنان، خلينا نتحدث شوي عن هاي الآلة، آلة الكمان، نحكي شوي عن تاريخها. هي يعني من أهم الآلات في الموسيقى الكلاسيكية، نحكي عنها شوي، عن هاي الآلة الوترية تحديدا. آلة وترية خشبية بس إيطالية، يعني أول ما اخترعها كان الطليان. يس، طبعا هي مكونة من عائلة أربع أفراد. الكمان أصغرهم، هو الأخ الصغير فينا نحكي. في آلة الفيولا بتجي أكبر شوي، وعندنا التشيلو، وبعديها عندنا الكونتر باس. هي الآلات الوترية الأساسية بأي أوركسترا، يعني هي عصب الأوركسترا، بيتم التوزيع بيناتهم ضمن المقطوعات ضمن السيمفونيات ليطلعوا هذا العزف الحلو يلي بنسمعه. حلو كتير. يمكن العزف على آلة الكمان من أصعب صحيح. أنواع العزف. صحيح. بدي أسألك سؤال، كيف آلة الكمان وصلت بين إيديك؟ ليه اخترت آلة الكمان دون كل الآلات؟ اخترت آلة الكمان لأنه هي أصدق آلة، يعني فينا نقول، أو من أصدق الآلات اللي بتعبر عن المشاعر. يعني فيك توصلي فيها الإحساس الحزين، الإحساس الفرح، السعادة، الاستغراب، يعني معبرة بكل اللغات. فينا نحكي آلة غير محدودة، فيك تسمعي فيها كل أنواع الموسيقى العربية والغربية حتى الآسيوية واللاتينية، شتى أنواع الموسيقى فينا نطلعها من خلال آلة الكمان، لأنه آلة مفتوحة زي ما نحكي. أنت بلشت بالعزف على آلة الكمان؟ بلشت تقريبا كعمر قد كان عمري مثلاً. بلشت بال 18. ما شاء الله عليك تقريباً. عدنان، يعني هذا الحكي صار له 20 سنه. ما شاء الله عليك عدنان. هلا لو حدا اجى اقترح عليك انه تعزف عزف ثنائي مع اله ثانيه، اي اله بتفضل تكون آلة الكمان حاضره معها؟ بفضل البيانو. بيانو رقم واحد. هل تتقن العزف على اي آلة موسيقية اخرى غير الكمان؟ البيانو يعني شيء بسيط بتقن عليه. ما شاء الله عليك عدنان. نحن بدنا نسمع منك الان مقطوعة موسيقية، وبعد المقطوعة راح نكمل حديثنا معك وحوارنا معك ونتحدث عن نشاطاتك وعن اخر النشاطات اللي شاركت فيها. تمام. تفضل عدنان.
لازم ازقف لك عدنان، ولازم احكي انه آلة الكمان فعلا من اصدق الالات في ايصال صحيح. المشاعر والاحاسيس، فما بالك لما تكون عم تعزف لفيروز، فيعني ابداع ما في بعده صراحه. تسلمي تسلمي. عدنان، بحب اسالك عن بداياتك ومشاركاتك في الفرق الموسيقيه، وكانت اول فرقه بتشارك معاها فرقه رم بقياده طارق الناصر. صحيح. نتحدث شوي عن هاي التجربه وكيف لقدام شاركت مع باقي الفرق. بداياتي كانت بالاردن مع الاستاذ طبعا المؤلف الموسيقي الكبير طارق الناصر، كل الحب له. قبليها كنت بسوريا مقيم، شاركت مع عدة فرق بسوريا، شاركت مع أوركسترا سورية، شاركت مع فرق عربية، وشاركت مع عدة نجوم بالوطن العربي ضمن حفلات بسوريا. بعدها انتقلت للأردن بال 2010، وكانت بداياتي مع الأستاذ طارق الناصر. اشتغلنا أكثر من حفلة مع بعض، واشتغلت مع عدة موسيقيين أردنيين، وانضميت بال 2012 للأوركسترا الأردنية بالمعهد الوطني. تقريبا شاركت معهم بعدة حفلات، ومن ثم ابتدأت مشروعي الخاص اللي هو العزف المنفرد زي ما شفتوا هلا. سؤالي لإلك عدنان، اختيارك للعزف المنفرد، ليه اتجهت هذا الاتجاه؟ ليه اخترت المنفرد دون عن غيره؟ يعني كان في خصوصية أكثر، لأني أكون أنا عدنان اللي عم بعبر عن الموسيقى اللي أنا بحبها. يعني حلوة المشاركة مع أي فرقة ومع الأوركسترا تحديدا، بتضيف كثير للعازف وبتثقل موهبته وبتزيد خبرته. بس العزف المنفرد بيعطيكي انت التميز، لانه انت تظهري تعملي الشيء الخاص اللي عندك، مكانة خاصة يعني. تماما صح يعني. والحمد لله قدرت انجح بهذا المشروع، وعملت كثير حفلات بالاردن وبرا الاردن وباوروبا وبامريكا، وشاركت بالعديد حفلات واعراس وحفلات خاصه داخل وخارج الاردن. يعني الحفلات صحيح. اللي قمت فيها ما اقتصرت بس للشيء الداخلي، خرجت للخارج طبعا ونشرت هاي الثقافه اللي خارج. يمكن كمان بتعزف اجنبي مش بس عربي. يس طبعا، بحكم انه انا بعزف كمان غربي، فقدرت اني اوصل العزف لبرا يعني، وعملت حفلات باوروبا وامريكا. حلو كثير عدنان. لكل فنان انا دائما بسال، كل حلقه خميس في عندنا فقره موسيقيه، ودائما بسال كل فنان هذا السؤال، انه ايش الرساله اللي بيحب يوصلها لكل العالم من خلال آلته الموسيقيه، من خلال عزفه، من خلال غنائه، ومن خلال رسمه؟ انت مع آلة الكمان ايش عم بتحب توصل لكل العالم من خلال عزفك؟ بحب وصل لغه المحبه، الموسيقى لغه محبه، لغه سلام. وقت انا بكون شخص عربي، شخص اردني، بعزف على الكمان، برجي للناس انه احنا عنا ثقافه، نحن مش اقل من اي حدا برا، نحن بنعزف، نحن بنمثل، نحن بنعمل موسيقى، بنالف، بنرسم، نحن عنا كل الاشياء الحلوه اللي موجوده عند الناس. نحن 100% نحن بنضاهيهم، نحن مش انه اقل منهم ابدا. فالموسيقى هي اللي بتعبر عن هذا هي الفكره يعني، انه السلام، الابداع، انه هذا الشعب موسيقى بتعكس ثقافه شعب. صح، طالما في هذا المستوى العالي من الثقافه، سواء الفرق الموسيقيه ولا المسرحيه سواء، فهذا كثير بيعكس صوره صح. حلوه للبلد. ونحن دائما بيوم جديد بنسعى لرفع مستوى الذائقه الموسيقيه عند كل المشاهدين وكل متابعين شاشه التلفزيون الاردني. واسمح لي اختم هاي الفقره، نحن بدنا نختمها مع مقطوعه من خلالك، لكن بدايه اسمح لي اودع مشاهديني ونكمل بعدها عزف معك استاذ عدنان. المشاهدين وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، اكيد بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده مليئه بالمحبه، مليئه بالخير، مليئه بالسلام، كل التوفيق والنجاح. تفضل استاذ عدنان.